اهلا بيكم متابعيني في فيديو جديد. فيديو النهاردة فيديو مميز لجميع متابعين قناتي، يا رب تكونوا بخير. هنشوف النهاردة مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات والاجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد. هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والأدوات المميزة جدا والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنهم، وطبعا هقول لكم وعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة، بشرح لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو انت اول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، اتمنى انك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو الادوات اللي في الفيديو دي عجبتك، اتمنى انك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والادوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا الأداة دي بتساعدك على إزالة البذور بكل سهولة من البلح أو من الزيتون أو من الفاكهة عموما. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا مجموعة من القطع العازلة للحرارة اللي تقدري تستخدميها تحت الحلل أو الصواني اللي بتكون سخنة، وطبعا تقدري ان انت ترفعي بيها الحلل وتقدري ان انت تغسليها وتنضفيها بكل سهولة. بعد كده على طول هنشوف مع بعض. عندنا منظم الخضروات والفاكهة، وهو بيكون متعدد الطبقات، كل طبقة بتحتوي على سلة تقدري ان انت تنظمي بيها حاجاتك المختلفة، وطبعا المنظم ده مزود بعجلات بتساعدك ان انت تحركي بكل سهولة في مطبخك. بعد كده عندنا منظم البيبسي، ده تقدري ان انت تنظمي فيه علب كنزات البيبسي او العصاير، وطبعا هو بيديكي شكل منظم وجميل جدا جوه التلاجة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا المنشر ده اللي بيجي معاه مجموعة من المشابك، تقدري ان انت تثبتيه على الحيطة كده بكل سهولة وتنشري عليه الشرابات او الملابس الداخلية. بعد كده عندنا اداة التثبيت دي اللي تقدري تثبتيها عندك على الجدار بكل سهولة في الحمام او في المطبخ، وطبعا تقدري ان انت تنظمي عليها مختلف انواع واحجام الاطباق اللي بتكون عندك. بعد كده عندنا القمع السيليكون، وهو بيبقى مهم جدا في تنظيم الزيوت. بعد كده عندنا الأداة اللي تقدري من خلالها تشكلي بيها عجينة المكرونة، وبيجي معاها كذا شكل تقدري ان انت تبدلي فيه على حسب الشكل اللي انت عاوزة تعمليه. وهنا بقى عندنا فرشة التنظيف دي تقدر ان انت تنظفي بها المواعين او اي حاجة انت عاوزاها، وطبعا بيجي فيها جزء مخصص تقدر ان انت تدفي فيه المية او الصابون اللي انت حباه، وهي طبعا بيجي معاها كذا قطعة بيساعدوك ان انت تنظفي مختلف الحاجة اللي بتبقى عندك بكل سهولة. بعد كده معانا القطعة دي اللي تقدري تثبتيها عندك على الحيطة بكل سهولة، وتقدري تثبتي عليها غطيان الحلل او قطعة الخضروات. عاوزة اقولك لو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وافكار تانية كتير، ما تنسيش تدوسي اشتراك وفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ويلا بقى نكمل ونشوف باقي المنتجات اللي معانا بالفيديو ده. بعد كده تعالي بقى شوفي معايا الجهاز ده اللي تقدري من خلاله تعملي منه عيش الكريب بسهولة جدا في البيت. وبعد كده معانا القطعة دي او القطاعة دي تقدري ان انت تقطعي بيها البطيخ بكل سهولة من غير مجهود.
تقدري ان انتي تقطعي البطيخ مكعبات كده بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وبعد كده تعالي شوفي معايا الجهاز ده، بيساعدنا على سحب الهواء اللي موجود في اكياس حفظ الطعام، وبيساعدنا على تنظيم واستغلال المساحات جوه التلاجة او في الفريزر. بعد كده بقى عندنا الاداة دي اللي تقدري تثبتيها عندك على الحوض وتصفي فيها بواقي الاكلات اللي بتبقي هترميها عندك، وطبعا تقدري ان انتي تستخدميها كمنظم لادوات ولوازم تنظيف المواعين. بعد كده تعالي نشوف مع بعض اداة التنظيف دي، وهي بتبقى عبارة عن قطن وتقدري تنضفي بيها التكييف والاماكن اللي بيبقى صعب عليكي توصلي لها، وطبعا تقدري ان انتي تنضفيها بكل سهولة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا اداة فرم الخضروات اللي تقدري تفرمي من خلالها جميع انواع الخضروات اللي بتبقى موجودة عندك. بعد كده عندنا المنظم اللي تقدري تثبتيه عندك على حنفية حوض المطبخ وتقدري ان انتي تنظمي عليه ادوات ولوازم تنظيف المواعين. بعد كده عندنا اداة فرم الثوم البسيطة اللي تقدري تفرمي من خلالها الثوم والفلفل بكل بساطة. بعد كده معانا الاداة المرنة جدا دي اللي تقدري تنضفي بيها الشباك من على بعد زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو، بتبقى مرنة وسهلة جدا في الاستخدام. بعد كده تعالي شوفي معايا الأداة اللي بتساعدك على سن مختلف وأنواع السكاكين اللي بتبقى عندك، وكمان تقدري تسني بيها أي مقص عندك. بعد كده معانا الأداة اللي تقدري تستخدمي فيها بواقي الصابون أو كسور الصابون. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بيبقى متثبت عليها شماعات تقدري ان انتي تثبتيها عندك على جدار المطبخ وتعلقي عليها ادوات ولوازم المطبخ، وكمان تقدري تعلقيها في الحمام وتثبتي عليها ادوات ولوازم الحمام، وكمان تقدري تستخدميها في الاوض، يعني هي بيبقى ليها كذا استخدام. وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الممسحة المرنة جدا دي، وهي عبارة عن اسفنج وكمان تقدري تعصري منها المية بكل سهولة وتمسحي بيها مختلف الاسطح اللي عندك. وبعد كده بقى معانا طقم الاطباق المصافي بتاعتهم ده، وهو بيجي عبارة عن 4 احجام تقدري تستخدميه في غسيل مختلف انواع الخضار والفواكه اللي بتبقى موجودة عندك. بعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض عندنا المنظم ده، تقدري ان انتي تثبتيه عندك في الحمام وتنظمي عليه ادواتك الشامبو والكريمات بتاعتك، وتنظمي عليه كمان المناديل الرول، تقدري تنظمي عليه ادواتك الخاصة. بعد كده عندنا الصبانة دي تقدري ان انتي تثبتيه عندك بكل سهولة فوق الحوض عندك في الحمام وتستخدمي عليها الصابون، الوانها واشكالها بتبقى حلوة خالص. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداة اللي بتساعدنا على عمل السمبوسة او القطايف بمختلف الحشوات اللي احنا بنفضلها، تقدري ان انتي تستخدميها وتعملي منها كميات بكل سهولة. ودلوقتي احنا شفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الذكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد، وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة. كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعرض في الفيديو ده، وتقدري ان انتي تعرفي ايه هي الحاجة اللي انتي محتاجاها لبيتك ولمطبخك. وهقولك دلوقتي ازاي تقدري تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا في الفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن.
ولو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك أتمنى أنك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو انت عندك أي استفسار عن أي منتج في الفيديو ده تقدري أن انت تكتبيلي في خانة التعليقات وأنا هرد عليك في أقرب وقت ممكن. ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله. ودلوقتي بقى بعد ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجاها في بيتك أو في مطبخك، وهقولك عن الطرق اللي تقدري ان انتي من خلالها تجيبي كل المنتجات والأدوات دي بكل سهولة. تقدري ان انتي تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق، وطبعا تقدري ان انتي تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انتي عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انتي تجيبي كل الأدوات دي عن طريق تطبيق علي اكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها. لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف، اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه. يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية، اما مصاريف الشحن لفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفض شوية، وبيكون في دول الشحن فيها مجاني. فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متواجدين فيه. بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن، وهي بتكون الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام. وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات. وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا، مش زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها. وعاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كارفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس. بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر ان هو يوصل لها بكل سهولة. وبس كده ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم. ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدري ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليكي في اقرب وقت. اسيبكم في رعاية الله.